هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة ايش رايكم في الفندق؟ والله فندق حلو صراحة، الإقامة هنا ممتازة جدا. عليكم كل بعد السلام. شكرا جزيلا. لا تفضل يا جماعه، شكرا شكرا. تفضل يا جماعه، يلا هذا الشاي مالك يا شكرا. يلا تفضلوا عادي قاعدين. شاي شاي اخير. انا تاخذ شاي؟ انا باخذ القهوه. قهوه هذه سنت. يلا سوي سوي، تفضل تفضل. صراحه انتم اليوم نورتونا، نورتونا ونورت الفندق. نطول في الفندق هنا؟ لا والله، يعني انا عندي شويه شغل اخلصه وان شاء الله بروح على مروه البلد. اي ان شاء الله. يا هلا فيكم. يا هلا فيكم. مرحبا. الله يحييك سليمان. يا جماعه انا نسيت، انا عندي موعد مهم جدا في نزوه، بستأذن عنكم. Thank you.
روح محمود غايتك غايتك ترد الفلك حالك غايتك العب يلا توكل على الله أقول نعم توفعني المزرعة تعيدي لنزول عنها الملوحة والله يا عم حمود المهندس قال لي سقي المزرعة 3-4 أيام بدون سماد نعم. وأنا من هذاك الوقت إلى اليوم استوالي أكثر من 3-4 أيام عجبها يا ولدي أها أها ها خلي بالك زين عادة على تجيك مصيبة غيرها ما همتك يا عم حمود ما همتك اللهم يبعد عنا المصايب وعنك وعن جميع المسلمين جميعا إن شاء الله جميعا جميعا أقول عم حمود خير يا راسي أما أنا أمس شفت برنامج في التلفزيون عن الزراعة وقابوا هذيك الطريقة الزينة كيف يسقوا فيها الزراعة وبصراحة يا عم حمود نحن غلطانين في هذه الطريقة بنسقى فيها كيف غلطانين الله هداك ترى أنا طول عمرنا نسقي من الفلك حالنا حال الناس وبعدين تخبرني مو من الطرق هذه ومو هذا اللي شفته انت خبرني شرحوا يا عم حمود عن طريقة الري بالتنقيط وبصراحة هذه الطريقة عجبتني وأشوف انها صح كيف يا ناصر خبرني خبرني يا عم حمود الأرض تشرب كمية كبيرة من الماء تراها وتروح لك ذاك هدر وخسارة لأن النبتة لما تشرب ما بتشرب الماء مرة واحدة أشرب شوي شوي حسب حاجتها وعاد نحن ترى نسقي الأرض مرتين مرة في النهار ومرة في الليل هذا صحيح انزين وطبعا عاد الماي ما هي حرص النخلة ولا الليمونة ولا غيرها من الزرع اللي تشرب لا الماي على طول بيصير كذاك في الأرض تشرب الأرض تراها الزراعة تشرب لين ترتوي والباقي يروح في الأرض بارك الله فيك يا عم حمود هي نعم لو بعد بزيدك شيء من هذا الماي يا عم حمود يتبخر تبخر الشمس ويضيع كذاك في الهواء ما نستفيد منه والماي اللي يروح تحت الأرض نوبة ترى ما تستفيد منه الزراعة البر إنزين وإيش تبغين نسوي يا ناصر ترانا طول عمرنا نسقي من الفلك بصراحة يا عم حمود السقاية بالتنقيط هذا دخل في مخي ها. شوف عاد مو قالوا عنه شوف مو قالوا خبرني خبرني مو قالوا قالوا يا عم حمود ان كل واحد يسوي له خزان مال ماي درام هذا مال 600-650 نعم نعم ويخليه في مكان مرتفع في المزرعة قريب من الفلك انزين انزين واذا كان عاد هذا الخزان في مكان قريب من الفلك الا بمرة أها. مو يسوي الواحد يجيب ماكينة ماكينة شفط مال ماي ويشفط من الفلك حال هين الخزان حال الخزان بارك الله فيك ويترس الخزان ويسقي عاد منه ما شاء الله ما شاء الله والله انه كلام زين ومن الخزان يا عم حمود نمد بيبات الى كل السواق والقلب والبيبات هذه مثقوبه بثقب بسيط حتى مو يقطر منها الماء نقطه نقطه تحت الزرع زين وبهذه الطريقه يا عم محمود ايشبع الزرع ويقل تعبنا يقل تعبنا نحن ويقل اسراف الماء كان عاد من الفلق ومن غيره والله كلامك صحيح لكن هذه البيبات كم قيمتها ومن وين بنشتريها اها يا عم محمود سالتني أنا سمعت المسؤول بسوي له مقابلة في التلفزيون يقول إن أي واحد مزارع يبغى يسوي مشروع الري بالتنقيط في مزرعته يروح لوزارة الزراعة وهناك الوزارة بيساعدوه بمنحة تشجيعية قيمتها أكثر من نص تكلفة المشروع جايين وين وين جايين لو بكذاك حد يضرب الجرس لا سالم بطل الباب سلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك ولدي الحمد لله الوالده ان شاء الله بخير الحمد لله يعطيك الصحه والعافيه ها ان شاء الله حصلت شغل ولدي سليمان والله يا الوالده الشغل جاي في الطريق لكن ما قلتي لي وين الوالد والله الوالد راح عند حد من الاصدقاء ها زين ها سليمان لين هين وصلت والله بصراحة يا أصيلة يا أختي الواحد صاب إحباط واكتئاب وضيق بعد ضيق؟ الله يجيرك من الضيق يا ولدي تبانا أسوي لك شيء؟ لا لا يا الوالدة استريح 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 ما أريد شيء حسنتي معقولة؟ يعني ما عندهم شواغر؟ لا والله يا أختي ما عندهم شواغر لكن يبغوني في عمل ميداني طبعا في الحر والتعب والوصاخة وأكيد رفضت أكيد طبعا لازم أرفض تبغيني أستلم وظيفة ما تلائمني
انت في الاول اقبل بالوظيفه وبعدين ان شاء الله بتترقى. صدقها صدقها بنتي اصيله يا سليمان. لا يا الوالده لا لا، انا ما اقبل بهذا الشيء ابدا. وايش اللي تقبله يا سليمان؟ وظيفه محترمه في مسقط. المهندس وظيفته محترمه يا سليمان، وبعدين ليش مسقط؟ نزوه ولايه زراعيه والناس محتاجين مجهوداتك وعلمك اكثر من مسقط. الله يهديك يا أصيلة، بس الحين أنا درست وتعبت وكديت حتى أتخرج من الجامعة وأضرب هيب ومسحاب. لا يا أصيل لا، هذه الأعمال حق واحد غيري أنا. أنا من المفروض أن يوفروا لي وظيفة محترمة ومكتب فخم بعد، ولا أنت مستهينة بي كمهندس زراعي؟ هلا الله فخوك يا أصيلة، إحنا كمهندس زراعي عندنا. خليه يشتغل حيث يبغى. بس الدنيا ما على كيفك يا سليمان، في تخطيط للبلد والمفروض ان كل واحد ياخذ موقعه الصحيح من العمل، وانت موقعك في المزارع ما في المكاتب اللي قال استحلم بيها. بعدين يلا هات هات مفاتيح سياره، هات قست فوق شربهن كذا، هات هات هات. نعم نعم نعم، هات مفاتيح السياره. ليش بعد؟ ليش بعد؟ ابوي الله يخليه ويبقيه حالنا ان شاء الله عطاني هذه السياره هديه. نعم 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 نعم، عطاك هذه السيارة هدية من السماء وأنا أجلس من غير سيارة يعني؟ وكيف كذا عاد؟ أنت أبوي وعدك إن شاء الله أول ما تستلم الشغل بيجيب لك سيارة من الوكالة. آها، لما أستلم الشغل يعني انطر يا حمار لما يجيك الربيع. وبعدين أنت كيف تقبلي؟ أنت كان المفروض ترفضي حتى لو أبوي لزم عليش إنش تاخذ السيارة. إيه كان المفروض أرفض إني أقبل هدية أبوي. ها ها سليمان، قصدي يا مهندس سليمان، معقولة أرفض هدية أبوي؟ يلا خلا تفضلي. ولي سليمان خير إن شاء الله. هين السيارة أبو عطاني إياها أبوي هدية. السيارة شليتها وديتها سيرفس حتى تتنظف وتتلمع وتليق بالمقام، واستلفت سيارة صديقي حتى أوصلش للمدرسة. تمام للمدرسة. تفضلي. أقول أصيلة بالمناسبة يعني يهون عليك أخوك سليمان يظل بدون سيارة؟ ما يهون علي يا أخوي سليمان يظل بدون سيارة. زين أنا عندي رأي، إيش رأيك لو تخلي سيارتك عندي لين ما أبوي يشتري لي سيارة ثانية؟ سليمان ما عندي مانع. ديت عمرك يا أصيلة أختي، خلا يلا تفضلي. عليك سؤالي بدي. ان شاء الله ان شاء الله. من عيوني يا اصيله، انت تامري. زين يلا مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك؟ الحمد لله. رد ريالك وريح بالك. وينك يا باقي الخرده؟ خرده تردد ولا تتردد، خلفان جاهز ومستعد. وينك يا باقي الخردة؟ وينك يا باقي الخردة؟ أبو إيش هذا اللي تشوفه يا خلفان؟ سيف وخليفة يتصاصخ. المهم مثل ما قلت لك يا اخوي يا خليفه، كل اللي يصير في العرصه قلت لك اياه، بس عاد بقى اقول لك كلمتين ما غير. كلمتين بس؟
هو العشر كلي آذان صاغ يا سيف فضل. أبغاك يا خليفة تدير بالك زين. نعم. أبغاك تتقي الله بين البايع والشاري. حكي. ما أبغى حد يشتكي منك ولا تشتكي من حد يا خليفة. طمن. وبعدين الخليفة دائما يسمع النصيحة. يا كبراك نعم. أبو شيف. الفن مالك خير. جو يوم قاسين تتغامزوا وتتهامزوا وتتصاصخوا انت وخليفة. وأنا مساكين ما أسمعكم. مو لحتوا معكم خبروني. أبو أبوي خلفان. عينك ما شافت بقى. أبو وخشمك ما شم. أبو وفوالك شي. كذب عليك بيكون. أبوي اسمعني زين. هذا خليفة أبو تشوفه قدامك. أي حل مكاني في العرصة. أي استوي دلال العرصة. واه يا ابني دلال العرصة. خلفان شايف عجب شايف عجب يا ناس. الله يعطيك العافية يا ولدي. الله يعافيش الوالدة. تفضل استريحي تعالي. وهذا الشاي عاد جبته حالك. أحسنتي وما قصرتي. أقول خالد. نعم. تو هذه كلها آلات المصنع. والله هذه الوالدة مثل ما تشوفي. لو هذه بعدها. شفتي كيف؟ الحمد لله يا ولدي. الحمد لله اللي عوض تعبنا وشقانا وبفايدة وبخير يا خالد. الحمد لله يا أمي. الحمد لله. إحنا كنا هين وصرنا هين. الإنسان يا ولدي لازم يسعى في هذه الدنيا لطلب الخير حتى يناله. ولكل مجتهد النصيب يا خالد. يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. عليه الصلاة والسلام. بسم الله نبدأ نزامنا. يا جماعة عندي 13 راس غنم. ونعم. خلفان. ونعم خليفة. 13 راس غنم وكل راس ب 30 ريال. 35. لا حبيبي لا 35 ما قبول. المفروض تقول 40 لأن إحنا نرفع الأسعار من 10 وفوق. ولا ما عجبتك أنت اللي أخذ عمولة زينة يعني؟ طماع ولا يهمك كلامك ما يطيح الأرض. 40 سمعتوا مو قاد وخنفسانة؟ 40 قال 40 مبروك عليك. الله يبارك. مبروك عليك. الله يبارك. رست عليك المزامل ما شاء الله. رست ها؟ ما قصرت. لكن عاد دلالتنا ودلالة شواك سالوا. ها خير إن شاء الله مو سايح في الدنيا. أنا ما طاير موجود بعدني هنا. ندري ما طاير لكن عاد. ولا يهمك ولا يهمك. حاضرين تستاهل أنت تستاهل. ما شنب عليه ما شاء الله. تفضل هذا حق. سنت. وهذا من عندي حال الشباب. يا خليفة خليفة شايف أنا عبد الله يعني دركم يا جماعة. تعال بصراحة مكتب ممتاز جدا. ما قلت لي كم تبغى أجار لهذا المكتب شهريا؟ ما شاء الله عمي عبد الله منور العرصة اليوم. صلى على النبي يا زهر. والله يا ولدي اليوم أنا ما عندي شغل في العرصة.
بس قلت اجي اشوفك. زين عم عبد الله كيف شفتك؟ كيف شفتني؟ كيف شفت خليفه؟ ها عجبتك ولا لا؟ والله يا ولدي شفتك انك ممشي نفسك الحمد لله، لولا لسانك المر مع الناس. يا ولدي الدلال لازم يكون لسانه حلو علشان الناس تحبه، لأن الدلال هو الوسيط بينهم. والله كلامك حلو، والله كلامك صحيح، صدقني عم عبد الله يلقط عسل. لكن الحق ما علي انا، الحق على سيف الله يهديه. سيف ما قال لنا الدلال لازم يكون لسانه حلو، هذه مشكلته. يا ولدي خلي عنك هذه الاعذار اللي ما منها فايده. مره تحط اللوم على مسقط، ومره تحط اللوم على سيف، ومن يعلم المره الجايه تحط اللوم على من؟ لا 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 عبد الله، المره الجايه ما يهمك، بحط اللوم على نفسي. لا تقول يا ولدي مره جايه ومره ثانيه، قول ان شاء الله وبس. ان شاء الله يا عبد الله ان شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يا أبو دعيج. أنا وين يا عبد الله؟ أنا رايح عنك عندي شغل. جالسين؟ بس اسمعني. آه. شد حيلك. ودير بالك. ما يهمك. ويلا مع السلامة. ما يهمك يا عبد الله. حياك الله أبو سليمان. سلم لي على سليمان. حياك. فوت فوت. صاحب. بو شباب. أنتني بعد ما شاء الله. أسميك نارواري أنت، ما قصرت اليوم. أسميك عجبتني عجبتني. هذا الدلال ولا بلاش؟ ما سيف. منو؟ سيف. اسمع. اسمع أنت وين سيف؟ وين سيف هذا؟ تجيب سيف معي أنا؟ هذاك ترى اسمه سيف، سيار. واسمي خليفة. فرق لك فرق. والنعم نعم والنعم والنعم. بس أقول. السيف هذا كان وجه فقر. أوه. ابدا وحيد واحد ما حد يقدر يتفاهم معه. يلا يلا استريح استريح. الله يرجع لك. تعال ما عرفت اسمك انت. اسمي قاسم. والنعم قاسم. وشنيب قاسم النظارات هذه كاشخ. الله يخليك. اقول يا حليفه. من حليفه؟ كيف حليفه؟ ليش فيك تاكل حروب؟ ما يكفي ماكل شنبك ما شاء الله. انا ماكل شنبي ما انا ماكلن الموس. مريم مريم. والله انه طيب انت. مريم وبروش. اقول يا خليفه انا بصراحه باغ اتفق معاك على الشغل في العرس. خير. انت بتستفيد وانا بستفيد. حلو. هذا عم سافة فيها غوازي واستفادة، نستفيد ليش لا؟ انت بتستفيد من البيئة والشرب، وبتحصل لك كمية ريال فوق الدلالة. اسمعني يا قاسم، خلنا من الغشمرة الحين. إذا تبغاني أقلب لك هذه العرصة فوق تحت أنا ما عندي مانع، بس أستفيد. لكن عاد فهمني كيف. أها بفهم. يا سلام يا سلام يا سلام. تسلم الايادي تسلم الايادي يا اصيله. تعرفي فعلا انت اخت مثاليه. وايش بعد كل هذا المديح سليمان؟ فعليك يا اصيله، يعني انا ما امدحك غير لما اكون باغي منك شيء. ما وقت شوي على خفيف. يعني انا ايش ابغى من اختي العزيزه غير اني اعاتبها شويه
أوه، وأختك العزيزة هذه قالها قصرت في حقك شيء؟ حشا والله، حشا. بس معقولة أختي العزيزة تكون تعرف صديقتها هذه بذاك الهدوء والطيبة وما تقترح على أخوها سليمان حبيبها ولو مجرد اقتراح شفوي إن تكون لعروس؟ قصدك منيرة؟ الله، هي اسمها منيرة؟ منيرة، يا سلام، فعلا اسم على مسمى، منيرة وهي منيرة. بس قولي لي خير؟ أبوها إيش يشتغل؟ أوه، أبوها هذا صاحب مصنع نسيج. مصنع نسيج؟ وليش مستغرب؟ لا أبدا، بس أبوها صاحب مصنع نسيج كبير وهي تشتغل مدرسة. وإيش فيها؟ هذه أنا، أبوي تاجر والحمد لله واشتغل مدرسة. أيوة، يعني لازم أخذ المسألة بجدية شوية. إيه سليمان؟ إيه سليمان إنساح؟ لا أبداً أبداً، بس أنا كنت باغي أقول يعني إن الشهادة وحصلنا عليها وما باقي غير أخليكم تفرحوا بيها، ما كذاك يا أختي؟ إذا حظك زين بتكون منيرة من نصيبك. انزين خلينا نتكلم مع أبوي، ها؟ وانت الخير والبركة عاد فيك، تمهدي الجو مع أمها حتى نتعرف عليهم. إيه نتعرف عليهم، أخو سليمان كأن ذا الموضوع ناقف وقت أخوي. وليش عاد ما جاء في وقته؟ أنت مستهينة فيها؟ أنا مهندس زراعي وكل بنت تتمناني. لما تشتغل يا مهندس وتصير مهندس يا مهندس ساعتها نقدر نتكلم مع الناس يا مهندس. حقيقة معقولة جدا، المواضيع اللي احتوتها الدراسات جدا جميلة. يمكن استيراد هذه الآلات اللي انت شفتها من بعض الدول المتطورة والمتقدمة في التكنولوجيا. اي ما قلت لي يعني كم بتكون التكلفة النهائية للمشروع؟ تكلفة كاملة حتى التشغيل حوالي 80,000 ريال. ها؟ اساس يا ولدي يا خالد. ها والله مثل ما انت شايف يا عمي هذا الشيء، والحين بعد يشتغل. مبروك يا ولدي يا خالد، مبروك مبروك. الله يبارك فيك يا عمي، وهذا الشيء فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ونعم بالله يا ولدي، هذا من جهه جدك يا خالد يا ولدي، تراك انت اللي تعبت وانت اللي شقيت، وندعو من الله سبحانه وتعالى ان نشوف اول انتاج المصنع ان شاء الله. ان شاء الله يا عمي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ولدي يا خالد. امك كانت تقول دائما ولدي خالد رجال من هو صغير، لكن نصر الله يهديها من غيرتها ولأمها كانت تقلل من شانك. ولدي 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 صدعتينا بولدش هذا، سمعيني آي لا تجلسي تاخذي ولدش حجة وتجلسيني فوق راسي. أقولش أحسنش سيدي تزوجي وخلي ولدش معاش. يا نصر الله يستر عليك دنيا وآخر يا أختي، بكرة ولدي بيكبر وبردلش الجميل اللي تسوي فينا. ردد غير مرة، ولدي ولدي أشوف ما بكرة ولدي شبه يكبر وهذا الغاوي إيش بيسوي. أنا فرحان يا ولدي يا خالد بأنك أثبت لكل الناس بأنك رجل وبمعنى الكلمة. هذا من طيبك يا عمي. حلوة حلوة النعمة يا ولدي يا خليفة، حلوة واجب الشكر والحمد عليه. الحمد والشكر لك يا رب، الحمد والشكر. فؤادي مرتاح منك يا ولدي، بس بعدك قول لي صدق، ذل الفلوس
من تعبك؟ المكدت عافيتك انت؟ طبعا يا امي عليك بس، ومتاكد بعد انهم من عرق جبيني. ولدك اليوم يا ام خليفه صار دلال العرس الكبير. ايش صدق؟ يعني العشر ريالات هن ربحك في يوم واحده بس؟ طبعا صح عليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يوم انك يا ولدي صرت انت اللي تصرف على البيت، وبختي. خبرك خليفة خليهن عندك. انا فعليك بس حشة انا اصلا جايبين بحالك انت. يا ولدي وانا مو ابغى لهن فلوس، انا يوم ادخرهن كنت ادخرهن حالك انت على الحاجة، على لا تحتاج حال حد. بس انا مرتاحة يوم اشوفك انت مرتاح في شغلك وموفق، وما ابغاك تحتاج حال حد ابدا يا ولدي، وابغى كل الناس تتباهى بيك، وابغى كل الناس تحبك. يا ولدي انا ما قصرت عليك من شيء، ولما تطلب مني فلوس اقول لك خذ المبلغ اللي تبغاه، لكن سيارة لا، ما بعطيك سيارة اللي ما تشتغل. تراني يا الوالد جالس أدور على شغل، وإذا كان من ناحية الشغل ترى بحصله في يوم وليلة، لكن بصراحة أنت ما ترضاها وما تقبل إنه ولدك يشتغل أي شغلة. يا ولدي يا سليمان، الشباب أحيانا يكون الطيش ملازمنهم، لما الواحد منهم ما يقدر يدفع قسط السيارة اللي عليه يدعم بها في جبل ولا في عمود علشان شركة التأمين تدفع للتعويض، لكنه ما يعرف عاقبة الشيء هذا اللي يسويه. يا الوالد سبب انك عطيتني سيارتك ورحت فيها لين مسقط وما قلت لي هذا الكلام. صحيح يا ولدي، بس يومها انا عطيتك السيارة علشان تروح تقضي مصلحة همك وترجع. تراني لا للحين يا الوالد ادور على شغل. سليمان انا شبعت من هذا الكلام. يا ابوي ترى زين، انت قول لي الحين انا كيف احصل على شغل اذا ما دورت عليه؟ انت لو باغي تشتغل كان اشتغلت، لكن باين عليك انك ما مال شغل وبرذول. قم سير شوف التليفون. الو نعم. اهلا يا هلا ناصر، كيف الحال؟ الله يعافيك ويسلمك. يا هلا، الحمد لله والله بخير. ها اي زين، لحظه يا ناصر خليك معي. الوالد هذا ناصر على التليفون، باغني اروح مزرعته عشان اساعده شوي. معقوله يا ولدي ناصر يطلب منك مساعده وما تروح؟ خبره انك بدي وروح ساعده وي. انزين. الو ايوه ناصر، لا جاي منك. لا مسافه الطريق وبكون عندك ان شاء الله. يلا مع السلامه. شفت يا ابوي، شفت كيف كل الاصدقاء يبغوا مساعده ولدك وانت مستغلي عليه بسياره؟ حاشا لله يا ولدي، السيارة ما غالية عليك. تفضل أبوي، هذا مفتاح السيارة وتوكل على الله. بس قبل لا تروح كلم أختك أصيلة، لأن السيارة هذه سيارة أصيلة. لا الوالد، أنا مكلم أصيلة وهي سمحت لي أن أنا أستعمل السيارة لين ما أنت تشتري لي سيارة جديدة. ترى ها، وأنا ما برجع في كلامي، بس ما جاي تشوف السيارة بعينك لي ما تشتغل وتاخذ مكانك الصحيح في الحياة. انزين انت قول لي انا كيف احصل شغل وانا جالس هني في نزوة؟ الشغل فاتح ابوابه للمهندس الزراعي. يا ابوي انا ما اريد اشتغل هني، انا بغي اروح هناك في مسقط. ابوي اشتغل في المكان اللي تبغاه، بس المهم انك تشتغل. انزين انا بروح حق ناصر في المزرعة وبعدين بتوجه لمسقط. وانا ما اريد لك غير التوفيق من الله سبحانه وتعالى يا ولدي. وانا ما اريد غير رضاك علي يا ابوي. الله يرضى عليك يا ولدي. الوالد ترى انت عارف مسقط ومصاريفها يعني و... سليمانو ما تجوز عن سوالفه، ابوك تاجر وفلوسه واقده. عند سليمان. مرحبا اهلا وسهلا، أخيراً وصلتنا الخبرة.
كنت مشغول يا أخوي يا ناصر، مشغول بعدة شعر راس. الله يكون في عونك يا مهندس سليمان، لكن أنا أعرف أن المهندسين الزراعيين الكبار أمثالك كل واحد عنده مزرعة محتاج لهم حتى يستفيد منهم بحكم الخبرة. مزرعتك زينة يا ناصر، ماشي حالها. تفضل يا مهندس سليمان، نزل من السيارة، نبغى نستفيد من وجودك معانا هنا اليوم. تعال نتفقد كل شيء في المزرعة، تفضل نزل. تفضل تفضل مهندس سليمان، تفضل. جاي. ها خلي بالك خلي بالك. تفضل قرب قرب. ها نزيد شوي شوي. ها جاي والله العظيم جاي. طوفه راوي. كيف هاي طوفه بعد؟ كيف نوبي طوفه؟ خلي بالك. ها ها ها. شاب انت شاب. خلي بالك لا تطيح. مرحبا مرحبا مهندس سليمان. مرحبا كيف حالك؟ كيف الاهل؟ شوف انتو يغسل يدينه. بركة نعمة ذي الأرض. بركة بركة بعد بركة. كيف صحتكم؟ كيف الأهل؟ الحمد لله. مبارك انت. الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. ها راحت الملوحة؟ والله الحمد لله الملوحة وراحت، والمزرعة تمام وإن شاء الله تعقبك. زين يوم ان الملوحة راحت حال مو منه قلبي من نزوة لين هنا. في شيء بعد؟ أنا باغي أسوي يا مهندس سليمان مشروع الري بالتنقيط في مزرعتي. ممتاز ممتاز. وأبغى أنصحك إضافة إلى الري بالتنقيط إنك تزرع حسب الأصول العلمية. كيف؟ الزراعة تحت اللحاف. كيف يعني الزراعة تحت اللحاف؟ الزراعة تحت اللحاف يا أخ ناصر مسألة بسيطة وما مكلفة، وبتوفر كثير في مصاريف المياه وفي رش المبيدات الحشرية، وبتعطي خضار أفضل. سمحت ممكن اتكلم مع الاخ سعود؟ اهلا يا سعود، كيف الحال؟ الله يعافيك ويسلمك. سليمان معك. يا هلا ومرحبا. ايه اكلمك من فندق الانتر. لا والله كنت حبيت اغير الجو شوية، كل مرة في فندق. زين زين جميل جدا، بس لا تنسى تجيب معك الاخ منصور. اه لا يا أخوي لا، هذا أخ وصديق، وبعدين إحنا أولاد بلد واحدة. لا ما زعلان عليه ولا شيء أبدا. زين أنا في انتظاركم إن شاء الله. يلا مع السلامة. وهذا هو شغل اليوم يا أستاذ سيف. 30 ريال. 15 ريال حقي أنا، 15 ريال حقك، نص بالنص. تفضل. بارك الله فيك يا خليفة، بارك الله فيك، تعجبني. نعم هذا هو الشغل ولا بلاش، وإذا شديت حيلك بتحصل الأحسن. ولا يهمك، خليفة دائما شاد حيلة.
يلا نستأذن الحين. مالا فما لا يا أحسن دلال في إسماعيل فما لا. ألو. أي نعم. مركز سمائل للخدمات التجارية. نعم. الله يبارك في حياتك يا أخوي. اتفضل. أي خدمة؟ ما شاء الله عليك اسميكم عجبتوني كذاك الشغل. ايوه كذاك الشغل الزين. دائما دائما تخلوكم معي دائما. اليوم اللي ابغى ابيع فيه تسوي عمركم تجار وتقوم تتزابنوا مع الناس. واليوم اللي ابغى اشتري فيه تخسقوا لي القيمه فوق وتحت. بس هذه مساله بسيطه ما تشيلها من تبس. رد على مساله بسيطه. يا بدر يا أخوي لا تأخذ المسائل بهذه البساطة. المسألة يبغى لها فكر. المسألة يبغى لها مراقبة التجار. أنتوا لازم تراقبوا التجار وتراقبوا البضاعة الداخلة في السوق والخارجة منه. بعدين إذا حسيتوا واحد من التجار متشجع وقام يزابن رفعوا الأسعار. بس خلاص اعتمد اعتمد. وانت يا هلال وانت يا هلال انت باغي تجنني. انا مشكلتي ما احب الانسان الغبي. غبي غبي يا هلال. اليوم عطيت اشاره مرتين وهو نايم ما عنده خبر. عنده خبر لكن انت راقب التجار وشوف خليفه. انت ايش تبغى بي؟ انا ليش تراقب؟ انا مالك شغل فيني. انت مو تبغى لنا خليفه. مو انا قلت لك راقب خليفه. انا قلت لك راقب التجار وخلي عينك عندي. بس هذا مو تبغى لنا انت خليفه. هذا مهم خليفه. انا بعطيه الاشاره ويوم غايته بغمزله بروحي. بس انت ما لك شغل. التسخين بيني وبين قاسم اتفاق بيني انت مالك دخل فيه. قولوا لنا من اول كلام. بس خلاص يلا صار خير. صار الحين عرفت ان شاء الله مره ثانيه. لكن بعد قاسم هذا اشتغل اول مره في السوق ما يعرفوا الا. ما مشكله ما مشكله. بيتعلم وبيتعلم بيتعلم بيكون افضل واحسن. بيتعلم وبيتعلم. البركه فيهم. بيتعلم البركه فيهم. بس عاد يستاهل الحلاوه. يستاهل كلنا حلاوه. ها حلاوه. حلاوة ولا يهمكم بنجيب لكم دست حلوة. تنكد مش ليه. أما أنت لا تضرك الحلاوة لا تأكل حلاوة. هذا هو. تفضل يا هلال. خذ لا خذ. هذا نصيبك. لا لا يستاهل. وأنت يا بدر هذا نصيبك. سدك. ايش هذا قاسم؟ ريال بس؟ ريال ما سادنا؟ كم تبغاني اعطيك؟ 100 ريال؟ المفروض انا جالس اعطيكم دوره تدريبيه. جالس اعلمكم كيف تشتغل وكيف تكونوا تجار في المستقبل. وانت جالس ما سادنك ريال بعد؟ مفروض انتوا تعطوني ريال. يلا تبغى ريال خذه، ما تبغى رده. هاي بدايه بدايه. باكر بزيدكم. يلا رطيت هلال. ايه خلاص حق معاه. ستك ستك بدر هذا حق. احنا كلهن يعني ما نقصات. الحق حق يا ابو دعيك. عدهن. خلاص خلاص حسنت. يلا بستأذن عاد انا بشوفكم باكر. انا وين قاسم؟ جالس بسير عندي شغل شويه. لكن سمعوني انتو الثلاثه. اياني واياكم واحد ينطق بكلمه منا ومنا. انا صح انسان احب المزاح والضحك لكن وقت الشغل شغل. ما يهمك يا بدر. ما يهمك خاصة. يلا السلام عليكم. حياك يا شرب نكت الحياه. وانا بعد ساير. مع السلامه. وين هلال؟ جالسين. حياك. انت عاقبت انك هذا الشغل؟ ريال بس؟ ريال؟ وهو ياخذ كل الفلوس؟ ايش يعني؟ هو يكسب واحنا اللي؟ انت تعرف يا خليفه كم عطاك انا هذه اللعبه؟ جمع عطاني يعني. جمع عطاني. 1000 عطاني 10 ريالات. وفرحان فرحان اعطاك 10.
وما حسب نفسك امبراطور وما حكمك. يا اخوي يا خليفه، هذه العشره اذا صرنا بمسقط ما ينفع عن حال شيء، لا حال اكل ولا حد وارق. يا اخوي يا بدر، انا لازم افكر في طريقه تخلص من هالبهدله. فكر. يا اخوي خليفه، انت خلاص تفكيرك كله فاصل، انت عقلك بدا يشكل، خلاص انت انتهيت. هين احلامك في تكوين الشركات، وين احلامك في الارباح، وين احلامك في السفر، وين احلامك في الاماكن العلالي. انت جالس لي على 10 ريالات من العرصه. ما مشكله، شوي شوي يا صديقي. انت بس لو تقدر تقنع الوالده يا خليفه وترحن البيت، كان يصير لك 10,000 ريال عماني. 10,000 يا خليفة، كنت تقدر تفتح المكتب وشركة المقاولات. انت ما سمعت عن كشور يوم يتكلم عن شركة المقاولات وأرباحها؟ يا الله يا الله، لو عندي 10,000 كنت بعطيه كشور وخليه شغل لي اياهم. تشوف عندك عاد بلمح البصر أكون رجل أعمال كبير وتاجر كبير، أجلسنا في العرصة. لكن للأسف للأسف يا خليفة، العين بصيرة واليد قصيرة. وهذه لي يا أمي 15 ريال من شغل اليوم. تفضلي مسكي. نعمة يا ولدي، الحمد لله نعمة. كذاك باكي خليفة رجال وما محتاج حال حد البر. لا ما يهمك إن شاء الله، وكل يوم بتشوفي مثلهم وزيادة بعد، ما يهمك. وبعدين ما تخليهم معك، هذه لضوريهم خليه معك، لأن ما محتاجهم بصراحة، ما محتاجهم. وبعدين ما لازم، إحنا من اليوم ورايح لازم نوفر كل بيسة. سمعوني زين. سمعوني زين وفتحوا اذنينكم. ترى اليوم انا باغي اشتري، وانتو عارفين شغلكم زين. زين خليفه عنده خبر؟ خليفه عنده خبر. اسمعك يا قاسم، يعني اليوم بنشتغل شغلنا في العرصه؟ اي نعم، المطلوب اني اشتري الغنم بالرخص، فاهمين؟ ما يهمك، يلا يلا حركوا يلا حركوا. بيني وبينكم الأسعار تخوف اليوم. كيف؟ كيف نظيم؟ سمعت إن سفينة كبيرة جايبة خفان سميات وزيات وجايباكم. صحيح؟ صحيح. سمع. هذا الخبر قديم، كنت ما عندنا خبر. يعني هذا إن الواحد يعمل حساب وما يشتري بالغالي اليوم أبداً؟ وحدي ما أعرف، أما عن نفسي إذا شفت الأسعار غالية لا أزايد ولا فلس. ايش رايك؟ والله ما ادري، المساله اللي صارت ما مضمونه ابدا. كيف؟ كيف ما مضمونه؟ والله يا جماعه ما اعرف، يقولوا صراحه ان الاسعار هبطت واجد. يا جماعه صلوا على النبي. مره ثانيه عشان خاطر النبي. الصلاه والسلام على النبي. ها؟ لكن نبدأ نزمن وعلى نبدأ. لا تفضل تفضل يا خليفة. صاحب الحلال هنا. نعم موجود. ها؟ نعم موجود. هنا كنت؟ نعم موجود. أنت صاحب الحلال؟ نعم. صاحب الغنم؟ نعم. أنت عارف قوانين العرس ولا ما عارف؟ عارف هنا. عارف؟ عارف. إذا ما عارف بوي هذا الشاب خلف سيارة قال يعرفه؟ لا عارف. ها؟ عارف. خلاص إذا عارف عن حبيبي إذا بدأت المزامنة ما فيك تراجع على البيع. السعر فوق تحت لازم تبيع. يا جماعة يا جماعة هذا سوق سوق، هذا ما نعم، هذا عنصر. ها لا بخير، مو تقول انت سوق ربح خسارة لازم تبيع. هذا معروف. هذا زمري وهو نبدأ نبدأ نتوكل على الله. شايف خلق نتوكل على الله. من يسب؟ من
20 ريال. يلا خلي 20 ريال. بدأنا بسم الله 20 ريال. 20 25 25 25 25 30 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
45 بس ما زيد بس الشباب ما سمعتك 50 بس ما زيد 50 هلا بنزيد 50 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 ريال حال التاجر قاسم ومبروك عليك. الله يبارك فيك يا دلال. خلفان شايف عجب شايف عجب يا ناس. صنصور حامل جمل خلاه في قلع الراس ورجول تمشي حافية بنيان ما له ساس. وشاف العجب خلفان خزنة بلا حراس. خلفان شايف عجب شايف عجب يا ناس. خلفان شايف مكر شايف كذب تكذيب يلي تركتو بالخطا دلال في عرصتكم غريب. من هو راعي الغنم راعي الغنم ذا الديب. دورت من يرعى الغنم شفت الغنم معذيب. أواه يا آخر زمن أواه. فيه الولد يشيب فيه الولد يشيب. خلفان شايف عجب. صاحت العصر صاحت العصر. أنا لازم أتصرف لازم أتصرف. هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل. بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل. بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل. والشر عمره ما يدوم طال حبله أو قصر طال حبله أو قصر. وانت يا ابن آدم تختار تختار بين الدرب. ربك عطاك العقل والسمع والعينين هذه الحياة. ما عيب نسعى ونجتهد وما عيب نغلط أو نعيد. بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد. ما عيب نبدأ من الصفر بالصبر يكبر كل صغير. من عود كان أصل الشجر وبالعزم كل طاير يطير. واحنا يا ابن آدم نختار نختار بين الدربين. ربك عطانا العقل والسمع والعينين هذه الحياة.